بسم الله الرحمن الرحيم اخواني اخواتي المرابطين والمرابطات في بيوتهم في ظل هذا الرباط الجامعي الذي يوافق جزءا كبيرا من العصر الاواخر من رمضان الابرك لسنه أرب... واحد و400 و1000 مرحبا بنا مجددا في ظل هذا الرباط وفي ظل انوار هذا الرباط والان في جلسه ما بعد الظهر نلتقي مع الدكتور محمد السلمي حفظه الله تعالى وهو دكتور في علم استاذ باحث في علم الاجتماع وهو فاعل جمعوي وحقوقي وهو أيضا منسق الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان وعضو الأمان العامة لدائرتها السياسية يبسط بين أيدينا الأستاذ سلمي موضوعا اختار له عنوانا كيف يرى الله ورسوله والمؤمنون أعمالنا تدبرا لقوله سبحانه وتعالى وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون فليتفضل الأستاذ محمد السلمي مشكورا مأجورا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحابته وكل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين اما بعد فموضوعنا كيف يرى الله ورسوله والمؤمنون عمل العامل منا مصداقا لقوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون اما الله سبحانه وتعالى فهو بكل شيء عليم وفي القران الكريم ايات عده تحدث عن صفات الله عز وجل وقدرته على رؤيه عمل ابن ادم ومكافاته عليه في الدنيا وفي الاخره واستحضار هذه الرؤيه هو منتهى الرقابه الالهيه التي يستحضرها العبد ويستشعرها في السر والعلن وهي المحفز له للاخلاص والاتقان حسب وسع كل عامل وقدرته ووفق ارادته وهمته ودرجه خشيته وتقواه وقد وردت العبارة الدالة على أن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم في القرآن الكريم عشرين مرة منها قوله تعالى إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما وقوله عز وجل ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم وجاء في سوره الانعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس ولا يابس الا في كتاب مبين وقيض الحق سبحانه لتوثيق اعمال واقوال العباد ملائكة ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وقال تعالى: "إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد". سجل إذا يعلق في عنق صاحبه عند مماته ويأتي به يوم القيامة كما ورد ذلك في تفسير قوله تعالى: "وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه" ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وأما رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام للعمل فنتساءل هل تخص أعمال الصحابة رضوان الله عليهم بفعل معاشرته لهم وعيشه بينهم وهذا متاح لكل الناس في الأعمال الظاهرة. أم هو غيب خصه به الله عز وجل وأطلعه عليه ليفرح عليه الصلاة والسلام بأعمال أصحابه ويحفزهم للمزيد أو ينبههم لاجتناب كل ما يخل بشرف قدرهم رضوان الله عليهم وإذا كان هذا الباب من الغيب يشتمل على عمل العاملين من الامه بعد رحيل المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكيف تتحقق هذه الرؤيه في البرزخ؟ ام انها رؤيه لهذه الاعمال يوم القيامه، يوم العرض والحساب فقط. والجواب لا يمكن البحث عنه خارج نطاق الوحي، ومن خلال تتبع الاحاديث النبويه الخاصه بهذا الموضوع وشروحها نقف على ثلاثه اقوال، اولها ان الرسول صلى الله عليه وسلم يطلعه الله عز وجل على تلك الاعمال يوم القيامه وفي ذلك احاديث صحيحه وثانيها ان صلاه المؤمنين وسلامهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي تعرض عليه وهو في البرزخ ولذلك ايضا شواهد من الحديث النبوي الصحيح وثالثها ان اعمال الامه تعرض على الرسول عليه الصلاه والسلام وهو في البرزخ وهو قول مرجوح عند بعض المحدثين الذين يؤكدون أن أصح ما شملته كتب الحديث النبوي في هذا الشأن ما أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم ورواه ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غزلة ثم قال كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين إلى آخر الآية ثم قال ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصيحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت شهيد وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد فيقال ان هؤلاء لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم وهذا الحديث رواه الامام البخاري والامام مسلم ثم أيضا في هذا الباب ما, ما روته أمنا أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لكم فرط على الحوض فإياي لا يأتيني أحدكم فيدب عني كما يدب البعير الضال فأقول فيما هذا فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا أخرجه الإمام مسلم اما الحديث الذي رواه البزار بزياده في اخره تحتوي على ان اعمال الامه كلها تعرض على الرسول عليه الصلاه والسلام فضعيف بجميع طرقه وخيرها حديث بكر بن عبد الله المزني وهو مرسل وهو من اقسام الحديث الضعيف عند المحدثين وفيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله ملائكه سياحين يبلغوني عن امتي السلام. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الزياده التي رجح ضعفها علماء الحديث. حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض علي اعمالكم، فما رايت من خير حمدت عليه الله، وما رايت من شر استغفرت الله لكم. وهذا الحديث رواه عدة رواة بدون الزيادة الأخيرة في عرض الأعمال، مما يدل على أن الذي يعرض على الرسول عليه الصلاة والسلام بصحيح الحديث الصلاة والسلام عليه. لكننا نجد عند الإمام مسلم والإمام أحمد وابن ماجه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي عرضت علي بصيغة الماضي أعمال أمتي حسنها وسيئها. اعمال امتي فوجدت في محاسن اعمالها الاذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوئ اعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. والفعل في الحديث هنا قد ورد بصيغه الماضي والامة حيه ترزق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالامر اذا يتعلق بمشهد من مشاهد يوم القيامه كالتي يجسدها القران الكريم بصيغه الماضي وهي لم تقع بعد كقوله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا اما الرؤيه الخاصه بالمؤمنين والناس عامه لاعمال بعضهم البعض فرؤيه الظاهر من هذه الاعمال متاحه بحكم المعايشه والمعاشره بل ان الناس احيانا كثيره يكتشفون ما قد يعتقد البعض انه خاف عنهم كما قال زهير بن أبي سلمى في معلقته ومهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي وفي ثقافتنا الشعبية غير ذي زوينه تصل تصل بل إن الآثار يشهد بها اللاحق على السابق والخلف على السلف من الأجيال فكم من أعمال بقي أثرها بعد رحيل أصحابها يراها الناس لكن هل تحمل الآية الكريمة دلاله اضافيه غير هذا الذي يعرفه الناس جميعا او الذي يمكنهم رصده خاصه في زمن التكنولوجيا المتطوره والكاميرات الظاهره والخفيه وتقنيات التجسس والمراقبه والضبط كنظام الائتمان الاجتماعي المتوقع تعميمه في الصين ويعمل على تقييم سلوك كل مواطن تقييما يزيد وينقص طبقا لما يقوم به من افعال وتصرفات. وقد ظهرت هذه الفكره لاول مره في وثيقه لمجلس الدوله الصيني نشر في يونيو سنه 2014 وقد نجد تفاصيل كثيره في كتب التفسير منها ما اورده ابن الزبير الغرناطي رحمه الله في كتابه ملاك التاويل من تفاصيل دقيقه جدا وحري بنا ان نعود اليها حينما يقارن بين آراء المفسرين من قبله كالامام الطبري والزمخشري رحمهما الله وغيرهما ربطا لهذه الايه بسياقها حيث الخطاب موجه بالضبط للثلاثه الذين تخلفوا عن غزوه تبوك وقبل الله توبتهم لصدقهم هذه كلها تفاصيل يمكن الرجوع اليها في مضانها واما الدروس والعبر التي يمكن ان نستخلصها من هذه الايه الكريمه فكثيره فهذه الايه تستحق ان تكون شعارا يكتب في كل اماكن العمل الذي ينفع الناس في كل الاعمال في المعامل والمزارع في المختبرات والمدارس والمستشفيات في الادارات ومؤسسات الخدمات المتنوعه لتكون حافزا مشجعا على الاخلاص والوفاء والاتقان والتفاني في العمل. ثم إن استحضار رؤية الله سبحانه تأكيد لضمان الجزاء على العمل مع ما في ذلك من ثنائية الخوف والرجاء ثم استحضار رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام ولو في يوم القيامة في ذلك ترسيخ لرابط المحبة ونية الاتباع والرغبة في نيل شرف المجاورة والشفاعة واستحضار رابط واستحضار رؤيه المؤمنين فيها تحفيز اضافي لمن انتدبهم الشرع لفعل الخير في السر والعلن والمنافسه والسباق نحو الدرجات العلى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ان الاسلام دين يدعو الى العمل ويعلي من شان العامل بل يعد العمل عبادة في إطار تصور مندمج متكامل يعتبر الدنيا كلها مزرعة للآخرة لقد جمعت هذه الآية بين القول والفعل بين فعلين ورد بصيغة الأمر الأول موجه للرسول عليه الصلاة والسلام يأمره فيه الحق سبحانه وتعالى بالقول وهو أساس التبليغ للرسالة وقل اعمل وقل وفي وفي الثاني مضمون هذه الرساله الموجهه للمخاطبين بها مباشره في السياق القراني ولكل من استجاب لنداء الله ورسوله عليه الصلاه والسلام بالعمل اعملوا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكر الله لاخينا الدكتور محمد سلمي هذه الجولات وهذه التدبرات في هذه الايه الكريمه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرانا الله تعالى كما يريد منا طائعين له، مخبتين، مقبلين، مجتهدين في طاعته. أسأل الله تعالى ان يرانا رسوله صلى الله عليه وسلم ملتزمين بسنته، متاسين به، مكثرين من الصلاه. والتسليم عليه صلى الله عليه وآله وسلم نسأل الله تعالى أن يرى المؤمنون أعمالنا خدمة وتذللا واجتهادا في خدمتهم وفي تقريب في التحاب مع المؤمنين إن شاء الله عز وجل إذا فأذكر نفسي دائما وإخواني وأخواتي بلزومي بالالتزام بباقي فقرات البرنامج ان شاء الله تعالى، ونحرص على ان نستحضر معنا ابناءنا واسرنا في هذه الفقرات، وان نشركهم بكل يسر، بكل تلطف وبدون الزام، نسأل الله تعالى ان لا يحرمهم وان لا يحرم احدا من امته اجر مثل هذه المحطات، ولنا موعد بالليل باذن الله عز وجل مع جلسه ثانيه.